في واحد من الناس دايما بنضرب تعظيم سلام للنماذج الإنسانية اللي بتمر بظروف صحية صعبة، نماذج بتعيش بالإصرار والإيمان والثقة بالنفس، نماذج بتعبر عن صلابة داخلية وحماس حقيقي وصبر يمكن ما حدش يقدر يصدقه ويستحمله. معايا النهاردة أنهار وحبيبة. أنهار بتعاني من ضمور عضلات وتقزم خلى جسمها لا ينمو، عايشة طول عمرها في جسد طفلة ما تقدرش تتحرك أو تمشي، ودايما محمولة على الأكتاف أو قاعدة على كرسي، ورغم كده كملت دراستها وتخرجت من كلية التجارة وعندها 26 سنة. ومعنا كمان حبيبة 15 سنة وبتعاني من مرض الطفل الزجاجي، وهي من المتفوقين في الإعدادية وبتحلم تكون دكتورة، لدرجة ان اهل القرية بتاعتها اطلقوا عليها اللقب الدكتورة حبيبة. ومشرفني الحقيقة والد حبيبة استاذ احمد حامد، اهلا وسهلا. ووالد انهار استاذ بيومي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا انهار؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبة؟ الحمد لله. انا في قمة السعادة النهاردة وانا قاعد معاكم، وديتوني كده جرعة قوية جدا من الـ يعني بيسموها البوزيتيف انرجي، الطاقة الإيجابية القوية. احكي لي بقى يا نهار، يعني عايز اعرف عندك كم سنة وانت منين وحكايتك ايه؟ انا نهار بيومي من اوسنا محافظة المنوفية قرية كفر الشيخ ابراهيم، عندي 26 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة قسم ادارة اعمال جامعة بنها. عندك اخوات قد ايه؟ عندي 3 اخوات غيري، بنتين ولد، كلهم اكبر مني. يعني احكي لي بقى حكايتك ايه؟ انا طبعا اتولدت وكان اتولدت كده عند دمور، وكان والدتي اصرت ان انا ساعه ما جيت ادخل الدراسه وكده ادتني العزيمه والاصرار ودعمتني هي والدي الحمد لله، يعني وشجعوني ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي. احكي لي ايه اللي حصل لما اتوردت، هل هي اتوردت كده ولا اكتشفت انها مريضه بعد كده؟ اي حضرتك، انا اكتشفت بعد ما اتولدت بثلاث سنين ان هي عندها ضمور في العضلات، فانهار شبتت في التعليم فما تاخرناش عليها، مشينا معاها في الابتدائي والاعدادي والثانوي، طبعا ده كله شيل على الاكتاف. كان مين اللي بيشيلها بقى؟ انا اللي كنت بشيلها ما شاء الله. ولحد ما دخلت المعهد الفني بعد الثانويه وجابت مجموع وقدمنا لها في التنسيق، وربنا كرمها ودخلت جامعه كليه تجاره بنها وخدت الكليه الحمد لله، واسيت معاها في بالمواصلات في تنقل المواصلات، وكان طبعا كان بيبقى في ناس بتبص لها وانا ماشيه وهي ازاي تتعلم ديت وتخش الكليه وانا شايلها، وتنين قاعد معاها في اليوم الدراسي من الصبح لحد الساعة 1:30 أو 2 لحد ما تخلص الدراسة بتاعتها واروح. كنت بروح 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في آخر مرحلة بقى في الكلية، لكن والمعهد نفس الموضوع والثانوية نفس الموضوع برضه، لحد ما ربنا كرمنا وخدت البكالوريوس. هو راجل عظيم أول الحمد لله، ده راجل عظيم جدا. أنا يعني بحسدك على والدك وعلى تفانيه يعني في حياتك كلها أظن. الحمد لله. طفولتك كانت عامله ازاي؟ احكي لي، كنت شايفه الحياه ازاي وانت بعد ما اكتشفتي موضوع المرض؟ يعني وكان ايه الحلم اللي جواكي؟ هو انا عمري ما شفت نفسي معاقه، انا حسيت نفسي من يوم ما اتولدت ان انا انسانه طبيعيه، يعني انا عندي عزيمه واراده ودي احسن حاجه فيا، ما كنتش بسمع لكلام حد، كانت الناس بتبص لي بنظره مش كويسه، بس ماما كانت دايما تقول لي ما تبصيش لكلام الناس، كلام الناس مش هيعمل لك حاجه،
كانت بتدعمني دايما وما كنتش بسمع الكلام، كنت اشوف صحابي بيلعبوا ويجروا قدامي بس عادي. انا ازعل في نفسي شويه بس برجع اقول يعني ربنا له حكمة في كده واقول الحمد لله على كل شيء وانا راضيه باللي ربنا اداه. بس انا معجب جدا بحماسك انك انت كمان تخشي كليه التجاره. ليه كليه التجاره تحديدا؟ لا هي التمثيل جاب لي التجاره. انت كنت عايزه ايه طيب؟ فنون لان انا بحب الرقص. ايه الحاجه اللي انت نفسك تحققيها في حياتك؟ يعني بتمنى ان انا ان شاء الله ربنا ينولني ان انا اعمل عمره، دي الحاجه الوحيده اللي بتمناها من ربنا يعني بعد ما خلصت تعليم. وأصعب لحظة مرت عليكي في حياتك؟ يعني لا، لما بشوف صحابي وكده قدامي بقدرش أقوم أمشي زيهم. حققتي شيء عظيم والبركه في والدك، بركه في ربنا والدتك وحماسك وايمانك انك انت عندك هدف عايزه توصلي له. الحمد لله. عشان كده انت معانا النهارده في واحد من الناس. ونكرمك ونقول لك مبروك وبرافو عليكي. ربنا يبارك فيك. حبيبه زيك؟ الحمد لله. انت جميله جدا ومنورانا بقى. شكرا والله من ذوقك. اقول لك حبيبه ولا دكتوره حبيبه زي ما بيقولوا لك في البلد؟ لا دكتوره حبيبه. دكتوره حبيبه، منورانا دكتوره حبيبه. انت من المتفوقين وبيقولوا انك انت يعني في المذاكره ليكي طقوس معينه عشان التفوق، احكي لي بقى طقوسك ايه؟ بص هو اولا انا بنشكر حضرتك وبنشكر ان انا جيت في البرنامج ده عشان نوصل للناس اللي انا عاوزاه. اتفضلي. اولا انا كنت بذاكر، هو كنت بذاكر يعني هما كانوا برضك اهلي بيشجعوني واهلي لهم فضل عليا كبير. خلاص بابايا برضك كان بيشيلني ويوديني الدروس، وكان هو برضك في الشغل كان بيجي من الشغل ويوديني وكان بيجيبني برضك يعني. ومامتي برضك كانت مثلا ممكن تروح تجيبني لو بابا يتأخر او كده يعني. كان لهم دور عظيم في تقدمي، وكنت اخواتي برضك كانوا بيشجعوني ويسيبولي المكان هذا عشان نعرف نذاكر فيه، وكانوا كل شويه يعني يقولوا انت عاوزه حاجه محتاجه حاجه، فكانوا بيشجعوني اكتر. والله العظيم انا الحمد لله يعني كويسه جدا وفرحانه ان انا كده مش زعلانه وان انا قدرت اوصل لكده. احكي لي بقى كأب يعني ما شاء الله على بنتك، تعبت انت البدايه من اول امتى لما عرفت امتى انها هي مريضه؟ هي البدايه نفس الكلام طبعا، بس البدايه عندنا بدري جدا. حبيبه اتولدت في البيت مش في واتولدت بالليل اتاخر، فوضعها طبعا يوحي ان هي بنت مش طبيعيه وشكلها مش طبيعي،
فكانت عمتها موجوده، عمتها هدى معايا، فخدناها ورحنا بقى للدكتور كوم حماده اللي المركز يعني، يا دكتور اطفال قال لا ده لازم تتعرض على دكتور عظام يعني، رشح لنا واحد سين من الناس يعني، رحنا له طبعا يعني بص فيها كده وقال يا ده بالكتير كده مش هتقعد اسبوع. قلت له يعني مش ممكن تقعد 8 ايام؟ قال لي لا تمام اسبوع. بعد ما الاسبوع خلص بدات بقى نتابع مع الدكاتره، وجينا طبعا في القاهره هنا متابعين مع كذا واحد يعني، لحد ما تابعت مع الدكتور بتاعها اللي هو طبعا حاليا يعني، واكتشفنا بقى ان دكتور امراض وراثه طبعا لجنه متفوقه، فطبعا كان لازم نقف جنبها لان باينه من بدايه خالص ان هي عندها نبوغ غير طبيعي من بدايه من كلام بدري واي حاجه. مين كان بيوديها بقى المدرسه وما زال بيوديها حضرتك؟ انا. طب مين بيذاكر لها؟ مين بيذاكر لك؟ انا مش بذاكر لوحدي، بس برضو بابايا بيساعدني ومامتي يعني اللي بيقدروا يقدموا لي من معلومات بيقدموا. بابا ده راجل عظيم على فكره. والله. انا عارفه يعني. انا احيانا بنبقى عاوزه نكون ولا وصحيح عشان اساعد والدي، اساعد بابايا ومامتي على الحمل اللي عندهم يعني. نفسك فعلا تطلعي دكتوره؟ ليه؟ فعلا انا عاوزه ابقى دكتوره علم وراثه عشان نتابع الحالات اللي زيي ونعرف انا ليه عظم كده، التركيبات اللي فيه كده، نعالج الحالات اللي زيي ونعرف كتير يعني عن حالتي وانا يعني جيت كده ليه، واحاول يعني اسعد الحالات اللي زيي وكده يعني. الله عليكي والله. طب قولي لي وانت في المدرسه بقى يومك بيمشي ازاي؟ وهل في حد بيزعلك في المدرسه؟ لا، المدرسين بتوعي انا بنشكرهم وبنشكر زمايلي يعني، هما برضو زمايلي بيمشوا معايا، ومدرسيني يعني كلهم انا بنحب مدرسيني لانهم بيدوني ثقه بنفسي زياده عن اللزوم. انا بتحب مدرسيني جدا. الجسم الزجاجي هل ليه طبيعه معينه في التعامل معاه؟ طبعا تنفس جدا من الاسم نفسه يعني، عظم زجاجي يعني اي لمسه او شيله غلط فكسر. حصل مثلا كسرت؟ كتير كتير. كتير. عندك موهبه ايه بقى بتحبي تعملي ايه؟ انا بحب نرسم جدا، بحب نرسم جدا خالص. انا بنرسم لما يكون عندي وقت فراغ او متضايقه العصبيه اللي فيها بنعملها في الرسم، بنستغلها في الرسم او وقت فراغ يعني. انا بحب نرسم جامد. حبيبه شخصيه مش منكسره ولا شخصيه ضعيفه يعني، هي في الفصل مسيطرة. ما شاء الله عندها طاقة مسيطرة. أنا عندي طموح. أنا عندي. طب طموحك إيه؟ قولي لي بقى طموحك إيه؟ أنا طموحي كبير، أنا نفسي نبقى دكتورة، ونفسي نبقى يعني يبقى كله يعني بيبص لي كده بصة فخر. عموما أنا أتنبأ لك إنك أنت هتكوني دكتورة، وبدعي ربنا إن ربنا يدينا عمر عشان أشوفك دكتورة، قد إيه هبقى فرحان بيكي جدا والله. لكن نفسي أعرف أنت بقى كأب، حضرتك كأب، إذا كانت أنهار ما شاء الله حققت حلمها وبقت بكالوريوس تجارة وقدرت تنجز حاجة مهمة في حياتها، أنت نفسك ليها إيه كأب؟ أنا نفسي إن شاء الله إن هي أنهار تحس إن هي اتعلمت وتعبت وعاوزة تحس إن هي عاوزة مكان عمل، هي عاوزة تشتغل. 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 ليه؟ اتعلمت وتعبت وإحنا تعبنا معاها. عاوزه تحس ان هي زي بقيه المجتمع، كل كيان في المجتمع. بدل ما قاعده يعني هي قاعده في البيت على طول، قاعده في البيت على طول، بقى هي بتقرا قران، بتروح قران وكل حاجه، بس نايمه في البيت عاوزه تشغل وقتها. زي انا بمشي بتاع، احنا بنحركها بس مش قادرين نوصلها في المكان اللي هي عاوزاه. يعني عاوزين لها مكان مثلا عندنا في البلد او حوالينا، ان انا زي ما وديتها كنت بوديها الجامعه، هتوديها برضك الشغل عادي جنبنا ان شاء الله. ان شاء الله. بس وانت نفسك في ايه حبيبي؟ لا حبيبه بالنسبه لموضوع الشغل ده طبعا يعني، هي لان كان انا بعد الثالثه اعدادي في ناس كتيره جات لي ما تدخليش سنه وعام، ادخلي ايه تأهيل مهني واشتغلي على طول او يجي لك عربيه او كده. انا رفضت طبعا، انا مش عاوزه ماديات، انا عاوزه نبقى حاجه، عاوزه نحقق حلمي
انا مش 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 هاملني فلوس، مش هاملني شغل، مش انا عاوزه ان حاجه تحلني. النهارده تحبي تقولي النهارده لكل واحده ممكن تكون بتمر بنفس ظروفك ايه بعد ما نجحتي وحققتي ذاتك؟ كلام الناس في دماغك، طالما عندك هدف قدامك عايزه توصلي له ما تبصيش لكلام الناس، طالما الهدف قدامك هتوصلي له بارادتك وبعزمتك وبفضل ربنا ان شاء الله. حبيبة، كل واحدة عندها النهاردة عزمة زجاجي، تحب تقولي لها ايه؟ والله انتي ما تقتصريش على حالتك، ان حالتك كده مش معناه انك ما تتعلميش او ما تشجعيش نفسك، لا انتي بالعكس انتي احسن من السليم كمان، انتي عظيمة، انتي ممكن تبقي احسن من الصحيح، انتي يعني شجعي نفسك ووصلي وذاكري، انتي هتحققي حلمك. والله انتي اللي عظيمة وانتي عظيمة، وانا سعيد بيكم وسعيد بآبائكم لان هم ناس اباء هم كمان عظام، وبشكركم ان كنتوا شرفتوني النهاردة، اديتونا امل يا حبيبة انتي وانهار. يا دكتور عم ثانية واحدة، انا هطلب طلب تأمري. بس قبل الطلب ده انا هقول لك حاجة. طيب بص، لو في دكتور كبير دلوقتي ودكتور جامعة او غيره اتعرض لحادثة لا قدر الله وبقى قايد، هل هم هيسحبوا منه الشهاده، شهاده الطب؟ لا. هل مش هيكشف؟ هل يعني مش هيبقى دكتور؟ لا هيبقى دكتور. طيب احنا انا يعني مش نقدر نكتب في ايدي، فانا داخله دم، ليه الدم دي مقتصر على كليات معينه او محدده؟ ليه يعني انا نفسي نبقى دكتوره بس يعني ليه الدم؟ يعني الكلام ده نوجهه لمين؟ تحب وزير التعليم العالي؟ لا انا بالنسبة لي رئيس الجمهوريه انه يخلي الطلاب الدم احقيه في كل الكليات العمليه زي الطب والهندسه واي كليه، انا عاوزه قسم حتى يعني او مكانه في كل مدرسه نتكلم عني وعن كل الحالات اللي طبعا لان انا مش لوحدي، انا ربنا جابني، ممكن ربنا يكون جابني هنا عشان اتكلم بصوتي وصوت غيري، وانا نفسي احقق الحلم ده، واكيد في ناس غيري زيي او زي غيري عاوزه تحقق نفس الحلم، بس الكليات يعني مقتصره على حاجات معينه. وانت هتخش كليه الطب؟ اه ان شاء الله تخش طب باذن الله. ان شاء الله نورتوني شرفتوني وربنا يبارك فيهم ويخليكم ليهم، لان كنتوا انتوا العدد اللي بيشد عليهم وبيحميهم من الدنيا ومشاكلها، وما شاء الله عليهم هما الاثنين اجمل من بعض واقوياء ومؤمنين، ودولت تطمنوا عليهم باذن الله دايما. انا حبيت اقدم النماذج العظيمه دي، انهار وحبيبه النهارده في واحد من الناس، نماذج جميله ومحترمه وراقيه تخلينا نشعر ان الدنيا بخير، وهم قدوه لاي انسان ممكن يشعر انه عنده مرض او معاناه او حاجه ممكن تمنعه انه يعيش حياته بشكل طبيعي. انهار وحبيبه نماذج جميله نقتدي بها كلنا ان شاء الله، واشكركم جدا. شكرا لك.